قاعد بعد كريم ايش قاعد تشوف قاعد كريم بعد شو بعد ايش اليوم جينا كوفد للاطمئنان على فتيان وشباب الكشافه اللي اصيبوا بحادث، والحمد لله شفنا حالتهم يعني تدعو على الاطمئنان ان شاء الله، وبالتالي نطمئنوا اهلهم ونطمئنوا كل الاسره الكشفيه بانهم ان شاء الله في حاله تحسن. نتمنى ان شاء الله يخرجوا قريبا الافراد اللي بقوا، ورانا شفنا يعني الشيء اللي طمأنا هو العناية الصحية اللي يعني واقفة عليها السلطات المحلية على مستوى ولاية سطيف وعلى مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بحضور السيد مدير الصحة شخصياً.